هذا الرجل اليهودي استهزأ بعيد الأضحى عند المسلمين. لن تصدق ماذا حدث له في النهاية، سبحان الله. وسنشاهد مفاجأة كبيرة في نهاية الفيديو، ولكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، فالدال على الخير كفاعله. يحكى أنه كان رجل ذو نفوذ وكان يملك الكثير من المال، ولكنه كان يهوديا وكان يكره كلمة الإسلام والمسلمين. وفي أحد الأيام سافر إلى أحد الدول المسلمة ليبرم صفقة أحد شركاته برفقة سكرتيرته، وبالصدفة كان ذلك الوقت في أيام عيد الأضحى. وعندما أتم صفقته أخذ يتجول بسيارته الفاخرة مع سكرتيرته، فإذا به يرى الأسواق ممتلئة بالخرفان في أي مكان ذهب إليه. فسأل: ما هذا الهرج وكثرة الخرفان في كل الأسواق؟ فقالوا له: إنه موسم عيد الأضحى، أن المسلمين في كل سنة يحتفلون بيوم يسمى عيد الأضحى، ويذبح خروف في كل بيت من بيوت المسلمين. فقال بكل استهزاء: إذن يجب أن أشتري خروفا لأصبح مسلما. وضحك ضحكا هستيريا وذهب إلى الفندق الذي يمكث فيه. في صباح اليوم التالي لهذه الواقعة، عندما كان يتناول هذا الرجل إفطاره ويتصفح أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وجد إعلانا مكتوب فيه أن إحدى النساء المسلمات التي توفى عنها زوجها وعندها أولاد أيتام تبحث عن من يتكفل لها بشراء كبش العيد، لأنها لا تقدر على شرائه بحكم أنها أرملة. فاستهزأ هذا الرجل مرة أخرى ونادى سكرتيرته الخاصة وقال لها: اذهبي واشتري خروفا كبيرا، واشتري الكثير من ملابس الأطفال، وخذيهم إلى هذا العنوان الموجود في هذه الصفحة، واعطي كل هذه الأشياء إلى هذه المرأة، تلك المرأة التي كتبت هذا الإعلان. وعندما تسألك من الذي تبرع لك بكل هذه الأشياء، قولي لها أن المتبرع هو الشيطان شخصيا. وقال لها: خذي معك القمرة وصوري ردة فعلها، فإذا قبلت بالكبش والملابس فإني هنشر هذا الفيديو على اليوتيوب وسأشوه سمعة الإسلام والمسلمين. ففعلت السكرتيرة ما قاله لها، فاشترت الخروف والملابس وأخذت معها القمرة وذهبت إلى بيت المرأة المسلمة وطرقت الباب وبدأت بالتصوير. ففتحت المرأة فقالت لها السكرتيرة: هل أنت من وضع إعلانا في هذا الموقع بأنك تبحثين عن من يتكفل بشراء كبش العيد؟ فقالت المرأة: نعم. فقالت السكرتيرة: خذي فإن هذا الكبش لك وهذه الملابس لأولادك. ففرحت المرأة فرحا كبيرا، والصدمة أن السكرتيرة انتظرت طويلا لتسألها تلك المرأة الفقيرة من الذي تبرع، ولكن المرأة لم تسألها وكانت تنظر إلى السماء وتشكر الله على هذه النعمة. فقالت السكرتيرة للمرأة وهي متعجبة: هل أنت مجنونة؟ أم ماذا عوضا عن أن تشكريني وتسأليني من الذي تبرع لك، بكل هذا تنظرين إلى السماء وتشكرين الله؟ فقالت المرأة وهي مبتسمة: لم أسأل عن المتبرع، بل سأشكر الله، لأن الله عز وجل إذا أراد أن يرزقني فسيسخر الشياطين لي لتخدمني. ففاضت عين السكرتيرة بالبكاء وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأوقفت تسجيل الفيديو فذهبت إلى اليهودي فأعطته القمرة واستقالت وهي تبكي وذهبت. فتعجب اليهودي وفتح الكاميرا ليشاهد التسجيل، فلم يكمل التسجيل حتى فاضت عيناه وهو أيضا نطق الشهادتين ودخل الإسلام. فاتصل بالسكرتيرة ليخبرها بأنه دخل الإسلام، واشترى لفقراء تلك المنطقة خرفانا للعيد، واشترى هو أيضا خروفا ليكون أول عيد له بعد دخول الإسلام. وهناك قصة أخرى جميلة سوف نرويها لكم الآن. ذهب إلى السوق ليشتري خروف العيد وعاد به، غير أن الخروف هرب منه ودخل أحد البيوت ليقابله الأطفال بالفرح والتهليل ويقول: لقد جاءنا خروف العيد يا أمي،
وتتنهد الأم وتقول بمرارة الأرملة أن الذي سيشتري لكم خروف العيد تحت التراب، ويترك الرجل الباب وينظر إلى الأطفال اليتامى فرحين وإلى أمهم بعدما سمع ما قالت وهي حائرة، لتبادر وتأمر الأطفال بأن يساعدوا الرجل على إخراج خروفه من البيت، فيقف الرجل ثم يعود إدراجه ويقول للمرأة أن الخروف قد وصل لأهله وهو عيد للأطفال اليتامى، وينصرف ويعود إلى بيته ليأخذ مبلغا زهيدا متبقيا معه ليشتري به خروف بدل الأول، ويذهب إلى السوق فيصل الباب مع وصول عربة شاحنة بها خرفان، فيسأل صاحب الخرفان ويقول له بكم هذا الخروف، فيرد عليه البائع بأن ينتظر دقائق حتى يتم إنزال الخرفان من الشاحنة وتتم عملية إنزال الخرفان إلى الأرض، ثم يتقدم الرجل إلى أحد الخرفان فيسأل عن ثمنه، فيؤكد البائع على الرجل هل هذا الخروف هو الذي يعجبك وتريد شراءه؟ فيقول له الرجل قل لي أولا بكم وبعدها نفكر، فيقرر البائع الأمر، فيقول الرجل نعم هذا أريد شراءه بكم، وهو غير واثق إنما يريد أن يعرف الثمن، فيرد البائع على الرجل بأن يأخذ الخروف بدون ثمن، فيقف الرجل حائرا ويظنه يسخر منه، غير أن البائع يؤكد للرجل على الأمر، حيث أن أبوه أوصاه بأن يهب أول خروف يتم اختياره من القطيع بدون ثمن صدقة لوجه الله تعالى. وهكذا رزق الله العائلتين بعيدين، والأجر للجميع، ونسأله تعالى أن يهب لنا مثلهم ويجعل لنا من كل ضيق مخرجا. حدثت هذه القصة الجميلة في ليبيا خلال الأعوام القليلة الماضية. وقبل أن نختم هذا الفيديو، رددوا معي هذا الدعاء الجميل الذي يقال في عيد الأضحى المبارك: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اغفر علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. رددوا معي: الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذا أتممت مشاهدة هذا الفيديو، لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع الآخرين. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة لولو 7.